الفنانة التشكيلية مريم العباني. العيش مع أدق التفاصيل ليس كنقل حرفي للصورة المرسومة، بل نقل حرفي لإدراكنا وإحساسنا عن الصورة. تلك هي تجربة الفنانة مريم العباني، تتحسس فيها عوالم بيكاسو كخطوط رشيقة في الكثير من أعمال الوجوه المختزلة عندها، وبواكير رسومات الفنان علي العباني تتخلل تجربتها من وقت لآخر وتتداخل معها كنوع من العرفان غير المعلن لتجربتهما المؤثرتان جداً في التكوين الفني في السابق. في لوحاتها تقرأ القصص الكثيرة، كقصة الجدة والطفلة والجدة، فالجدة في حالة طمأنينة خالصة، والطفلة تعبر بنظراتها عن رغبتها في اقتناء لعبة جديدة والاستعداد لدخول حياة بالكاد قد بدأت. مريم العباني تتبنى خطاباً معاصراً يصطف مع الأصوات التي تدعو إلى أن تكون القيمة تشكيلية في ذاتها لإشباع فضول متعة النظر للأشياء المرسومة التي بدورها تضفي جمالاً على عالمنا وتزيده روعة وبهاءً.